عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي في المدرسة النموذجية، وإلى حرف جديد من حروف اللغة العربية. في درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب سنتعلم حرف جديد أيضا، وأتمنى أن تكونوا قد حفظتم الحروف السابقة جيدا كتابة ونطقا لكي نواصل في بقية الحروف، وبعد أن ننتهي من عائلة الحروف الكبيرة سنعرف القراءة والكتابة جيدا مثلنا مثل الكبار. درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب وأبنائي الرائعين، درسنا بعنوان منال والمزرعة. منال والمزرعة، ولدينا حرف جديد سنتعلمه هو حرف التاء. هو حرف التاء، انظروا إلى حرف التاء، هكذا نكتب حرف التاء بهذا الشكل مرة أخرى، تاء. إنه يشبه تماما حرف الباء، ولكن الاختلاف أن التاء لديه نقطتان وموقعهما فوق الحرف. نقرأ أولا الدرس، وأثناء قراءة الدرس نركز على حرف التاء. ما هي قصة منال والمزرعة؟ ذهب خالي إلى أين سيذهب؟ انظروا إلى الصورة، ماذا تتوقعون؟ نعم أحسنتم، هذا هو بيت الله. إذن ذهب خالي إلى الحج. مرت منال ابنة خالي بين تلال الوادي، ورأت نبات المزرعة من تين وتوت يحتاج إلى ماء. مرة أخرى، ذهب خالي إلى الحج. مرت منال ابنة خالي بين تلال الوادي، ورأت نبات المزرعة من تين وتوت يحتاج إلى ماء. ماذا ستفعل؟ سقت منال المزرعة. سقت منال المزرعة. عاد خالي، انظروا، نكمل. عاد خالي ورأى المزرعة خضراء. من أين عاد الخال؟ من الحج، وتفاجأ أن المزرعة أصبحت خضراء. فرح خالي وأعطى منال هدية. ما هي هذه الهدية؟ انظروا ما أجملها، إنها أمامكم. أعطاها مصحفاً وتمراً من تمور المدينة المنورة. وتمراً من تمور المدينة المنورة. شكرت منال خالي وقالت أنا أحب أن أتلو القرآن. أنا أحب أن أتلو القرآن. ماذا استفدنا من درس اليوم أعزائي الصغار؟ استفدنا أموراً كثيرة بدون شك. أولاً، جميعنا نحب بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، ونتمنى أن نزورها مثل الخال تماماً لندعو الله كثيراً فيها. ثانياً، منال فتاة ذكية، فعندما لاحظت أن الوادي يحتاج إلى الماء الكثير والزرع مثل الإنسان تماماً، إذا لم يروى من الماء يموت. لذلك لاحظت منال أن الزرع جاف جدا وبدأ يذبل كثيرا، فماذا فعلت؟ ساعدت الزرع وذهبت أحضرت ماء وسقت هذه المزروعات الجميلة واعتنت بها. لذلك تفاجأ الخال عند العودة من الحج بأن هذه المساحة التي كانت جافة أصبحت خضراء جميلة جدا. لذلك علينا أن نحافظ على النباتات وعلى الزرع المختلف، وإن وجدنا نبات بحاجة إلى الماء ننقذه مباشرة. أحسنتم أعزائي وأبناء الصغار. لاحظوا في هذا النص الحروف الملونة باللون الأحمر. ما هي الحروف الملونة باللون الأحمر؟ إنها حروف التاء أو حرف التاء بأشكاله المختلفة. نقرأ هذه العبارة أو هذه الكلمة، تلال. تلال، لماذا قلت
تي ولم أقول تا أو تو، لأن الحركة المصاحبة للحرف هي حركة الكسرة تلال. ماذا عن هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تي أيضا كسرنا حرف التاء. لماذا؟ لأن الحركة هنا هي حركة الكسرة. ماذا عن شكل التاء؟ لاحظوا شكل التاء في بداية الكلمة. شكل التاء في بداية الكلمة يكتب بهذا الشكل. هذا هو التاء الذي نعرفه، ولكن عند اتصاله بالحروف يتخلى عن جزء منه ليمد يدا للحرف الآخر تاء. هذا هو حرف التاء. ماذا عن هذه الكلمة المجاورة لكلمة تين؟ توت. توت أيضا حرف التاء، لكن ماذا فعلنا؟ ضمة. تو توت. إذا عملنا ضمة. لماذا؟ لأنه مصاحب للضمة في هذا الدرس. انظروا في الجزء الأخير من الدرس، أين هو حرف التاء؟ هنا. كيف سننطقه؟ بالضم. تو مور. تو مور. أحسنتم. أنا أحب أن أتلو. أتلو. هذا هو حرف التاء، ولكن وقفنا عنده أت. لماذا؟ لأنه مصاحب للسكون. أحسنتم. ننتقل إلى حرف التاء بالتفصيل، وهو مصاحب لماذا؟ للضمة. تو. تو. هكذا ينطق. تو. تو. لماذا؟ لأنه صاحب أو رافق الضمة. انظروا إلى شكل حرف التاء في أول الكلمة، هل ترون معي؟ حرف التاء في وسط الكلمة يمد يدا من الخلف ويدا من الأمام بهذا الشكل. لماذا؟ يتصل بحروف أخرى، إما هنا أو هنا. هذا هو شكل حرف التاء. هذا هو شكل حرف التاء في آخر الكلمة متصل. آخر الكلمة متصل، سيمد يدا واحدة وسيصبح هو في الأخير. سيصبح هو في الأخير. هل رأيتم؟ هذا هو حرف التاء منفصل لوحده. أما هنا فهو حرف التاء بالصوت الطويل تو وتو. وهناك حرف التاء بهذا الشكل. ما هذا الشكل معلمتنا؟ ما هذا الشكل؟ هذا هو حرف التاء ولكن مربوط. هنا حرف التاء مفتوح، وهنا حرف التاء مربوط. كيف ذلك؟ بعض الكلمات يوجد بها حرف التاء مفتوح وينطق تاء، وبعض الكلمات يوجد بها حرف التاء مضموم أو مربوط وينطق تاء، ولكن يمكن أن نقرأه أيضا هاء. لذلك اختلف الشكل فقط. فنحن نقول، انظروا، نقول بنت. هذا هو حرف التاء مفتوح. ونقول فتاة. هذا هو حرف التاء مربوط بهذا الشكل، كان مفتوحا ثم أصبح مربوطا. ما الفرق بينهما؟ حرف التاء هنا يا أعزائي الصغار ينطق تاء فقط. بنت لا يمكن أن أنطقه بأي شكل آخر، بينما حرف التاء المربوط له وجهان في النطق، إما تاء فتاة فتاة، أو هاء فتاة فتاة. مثلها مثل مثلا مدرسة. انظروا كيف سأكتب كلمة مدرسة مرة أخرى بخط واضح. مدرسة. هذا هو حرف التاء المربوط. بإمكاني أن أقول مدرسة أو مدرسة، تاء أو هاء. هذا هو الفرق بين التاء المربوطة بهذا الشكل أو التاء المفتوحة. أحسنتم. هذه معلومة جديدة علينا وسنكررها في دروس أخرى كثيرة. نكمل. هذا هو حرف التاء إذن بأشكاله المختلفة والمتنوعة، إما تاء في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، أو في آخر الكلمة. نقرأ تو
مور، تمور. انظروا تو، لماذا؟ مناسبة لحركة الضمة، تو، تمور، توت، توت أيضا ضمة فوق التاء، توت. أحسنتم. من يقرأ هاتين الكلمتين؟ أنتم رائعون وتستطيعون القراءة. المزرعة، المزرعة. انظروا إلى التاء في آخر الكلمة. ممكن أن أقول المزرعة وأقف وتنطقها، أو المزرعة، المزرعة. يحتاج، يحتاج. هذا هو حرف التاء المفتوح. أحسنتم. انظروا إلى الصورة المجاورة، ماذا ترون فيها؟ هذه الصورة المجاورة، ماذا ترون فيها؟ ترون فيها شجرة حزينة. لماذا هي حزينة؟ من منكم يعرف لماذا هذه الشجرة حزينة؟ انظروا إلى القاذورات المرمية بجانب الشجرة، وكثير للأسف من العوائل تذهب إلى النزهة وتستمتع بيومها تحت ظل هذه الشجرة الجميلة التي تعطينا الثمر وكذلك الظل، ثم للأسف لا ينظفون المكان الذي جلسوا فيه، فيرمون القوارير ويرمون الأكياس، ويعني يصبح هذا المكان قذر للغاية، تتجمع فيه الروائح الكثيرة والكثير من الحشرات غير المرغوب فيها. فالشجرة مثلها مثل الإنسان، تحتاج إلى أجواء نظيفة لتعيش، لذلك هي حزينة، وعلينا دائما أن نحافظ على بيئتنا نظيفة. نكتب الآن حرف التاء بطريقة صحيحة. كيف نبدأ؟ هل نبدأ من هنا؟ خطأ. إذا من أين سنبدأ؟ سنبدأ من هنا بهذا الشكل، خط عمودي صغير ثم أفقي آخر أكبر منه، ولا ننسى النقطتين، لا ننسى النقطتين. وهذا هو شكل حرف التاء في وسط الكلمة، يمد يدا واحدة في آخر الكلمة، يمد يدا واحدة من الأمام. وهذا هو حرف التاء منفصل، وهذه هي التاء المربوطة، هي نفسها وذاتها هذه التاء ولكنها مربوطة، وهذا هو شكلها عندما تتصل بالحروف الأخرى. هذه تاء مربوطة منفصلة، وهذه تاء مربوطة متصلة. أنتم عليكم أن تكملوا بقية الكتابة بطريقة صحيحة. انظروا في هذه الصفحة أيضا إلى حرف التاء وهو مكسور. لماذا مكسور؟ لوجود الكسرة تحت الحرف تي. تي سننطقه بهذا الشكل، تي. حرف التاء سابقا نطقناه بالضمة تو، أما الآن تي، وهذا هو شكله بالمواقع المختلفة، في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، وهكذا سيكتب أيضا في وسط الكلمة بهذا الشكل متصلا بحرف المد بهذه الطريقة، بحرف المد الياء. انظروا تي بهذا الشكل. أحسنتم. نقرأ هنا، أنا أقرأ تلال، تي لال، تين، تين. الحرف مكسور، تي، تلال وتين. أحسنتم. ماذا عن الصورة المجاورة التي تشاهدونها؟ أنتم تشاهدون طبيبا يعالج الطفل المريض الذي ربما أصيب إصابة بالغة، يبدو أنه لم ينتبه لحركة المرور ولحركة السير فأصيب، وهناك كسر يعني يصاحبه، والدليل على ذلك وجود عكاز من الطبيب يعطيه عكازا ليتعكز أو ليستند بها عند مشيه. ننظر إلى هذا التمرين المجاور. انظروا إلى هذا التمرين، هذا تمرين مهم جدا وعلينا أن نتدرب عليه جيدا.
حرف التاء، حرف التاء في بداية الكلمة يكتب بهذا الشكل، لذلك سنختار حرف التاء هنا. حرف التاء هنا في هذه العبارة، انظروا، جاء في آخر الكلمة، فكيف سيكون شكله؟ هذا هو الشكل المناسب لحرف التاء المنفصل. لماذا منفصل؟ لأن حرف الواو المجاور له لا يتصل بحروف أخرى لاحقة. ماذا عن حرف التاء في أول الكلمة؟ سنختار هذه أو هذا الشكل، وفي آخر الكلمة أيضا سنختار هذا التاء المنفصل، ليس هذا وليس هذا، وإنما في آخر الكلمة هذا هو التاء المناسب له. أحسنتم. ماذا عن حرف التاء الساكن؟ حرف التاء الساكن، لا تنسوا أن هذه هي حركة السكون، فإذا صادفناها في أي حرف نقف عند قراءة الحرف. أتلو، 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 وقفنا عند الحرف، لا نحرك الحرف فوق أو تحت، ضمة أو كسرة أو فتحة، فقط نقف. أتلو، أحسنتم، أنتم رائعون. انظروا إلى آخر تدريب في هذا الحرف، علينا أن نتعلم الكتابة جيدا، كيف نكتب على السطر بنظام وهدوء. انظروا كيف سأكتب وتعلموا معي طريقة الكتابة. هذا هو حرف التاء، ثم الميم متصل، ثم الواو متصل، الجزء منه فوق وجزء منه تحت السطر، الراء كذلك جزء منه فوق وجزء منه تحت السطر. هكذا نكتب العبارة. ماذا عن الكلمة المجاورة؟ نون، ثم باء، ثم تاء، ثم تاء مربوطة، نبتة، نبتة، بنظام وترتيب، وحروف متصلة لأنها كلمة واحدة. بيت، هذا حرف الباء وحرف الياء وحرف التاء، بيت بهذا الشكل. وردة، الواو جزء في الأعلى وجزء في أسفل السطر، مثل الراء تماما، جزء في أعلى السطر وجزء في أسفل السطر. الدال مستقر تماما على السطر، والتاء المربوطة دائرة فوق السطر مع النقطتين لا ننساها. بهذا الشكل نكتب بطريقة منظمة وصحيحة، وعليكم أيضا أن تكملوا بقية الكلمات بنفس الطريقة. إذن هذا هو حرف التاء بحركاته وأشكاله المختلفة. أعزائي الصغار، عليكم أن تستذكروه جيدا، إلى أن ننتقل إلى حرف جديد. إلى اللقاء.